الاسعار ممتازه وده موضوع مفتعل من الاخوان المسلمين عايزين يعملوا اي حاجه وهم فشله وهم فشله في كل حاجه. ايه علاقه الاخوان المسلمين بارتفاع اسعار الخضار؟ هم بيدوروا على اي حاجه عشان يدخلوا منها اي منفذ. الباميه ب 10 تعالي ودني لها كام يا بيت؟ هو 10 جنيه يا حاج. الباميه ب 14 20 جنيه. انا هل ب 14 ب 14 ايه عاوزين 10 جنيه. الدنيا اتغيرت على ايده نوره، الدنيا اتغيرت على ايد السيسي نوره. انت ايه رايك في اسعار الخضار والفاكهه هنا في السوق؟ لما يكون نار لازم نستحمل، لازم نستحمل عشان بلدنا، الامن بتاع بلدنا، ناكل اي حاجه مش مشكله، مش مشكله نقعد شويه سنه عبال ما ربنا يسهل. لازم نستمر ولازم نستحمل، لازم نستحمل عشان بلدنا تبقى فوق. وسيبك من الاشاعات والحاجات دي، كل ده كلام فارغ، وربنا يصلح. انت عشان تطبخ طبخه بشويه لحمه وتاكل العيال تصرف لك كام؟ ولا 150 جنيه. 150 جنيه. بكام كيلو الليمون؟ ب 10 جنيه. 12 جنيه. لا بكام بجد؟ ب 12 جنيه. والله ب 12. الليمون ب 12؟ الليمون ب 12. تمام، وده الليمون البلدي بتاعنا. اه الليمون البلدي. تمام. طب وانت شايف الاسعار دلوقتي بتعلى ولا بتنزل؟ بتعلى. احنا الشعب مش عاجبه حاجه، احنا شعب نمرود مش عاجبه حاجه. دي سنه مسكها الراجل عمل فيها مشاريع وجاب لنا فلوس من بره بتشغل الشباب وعيش ببلاش وتموين ببلاش وارتحنا والحمد لله. تمام. احنا مش حامدين ربنا. ما هي الحاجه في موسمها لازم تبقى غاليه، بعد شويه الباميه لا تبقى ب 5 جنيه وب 3 جنيه. اللي عملته صيت عليها، طب ما البرشامه ب 20 جنيه والشباب بيجيبها. برشامه ايه حضرتك؟ اللي بياخدوها المخدرات دي، والعلبه السجاير بقى ب 20 جنيه وبيجيبوها، ما قالوش كده على السجاير لو طلعوا الاشاعات دي. يا اشاعات الاخوان ولاد الكلب الزباله. لكن حاجه قليله جايه بالزرع، ايه هيعمل البياع؟ وذنبه ايه التاجر؟ ما جاي حاجه قليله، ما ذنبوش حاجه. وايه ذنبه رئيس الجمهوريه؟ راجل ما ذنبوش حاجه، الراجل بيجيب ويعمل كل حاجه بيعملها حلوه. السمك من هنا ب 17 و16 و18 البلطي. البلطي اللي هو كان بيقول على راي المثل زمان اكله الفقير. لما واحد يجيب له مثلا 3 كيلو بلطي كان الكيلو ب 5 جنيه ولا 6 جنيه، يعمل له اكله تكلف لها 20 30 جنيه، لان اكله السمك البلطي هتاكلها في اكله واحده، طقه واحده. واخد بال حضرتك؟ طقه واحده اللي هتاكلها طقه السمك. اما تجيب اكله دلوقتي عشان تعمل اكله سمك بلطي تشيلها ب 100 وشويه. هتاكلها وانت قاعد مفيش 10 دقايق. انت مرضي؟ لا انا مش مرضي. ايه اللي مزعلك؟ حاجه غاليه. الحاجه غاليه، الحاجه مش الحاجه الطبيعيه. يعني هي اسعار السمك غاليه، غاليه علينا واحنا بنبيع غصب عننا باقل حاجه عشان الزبون. الحاجه غاليه دي، حاجه غاليه جدا جدا جدا. الناس تعبانه والناس مفيش حاجه. اروح فين من البلد دي؟ زي ما شايفه على الموز، كيلو الموز ب 10 جنيه اهو اهو، كيلو الموز ب 10 جنيه. بص من ساعة ما قعدت الساعة 7 الصبح وادي كيسه ما فتحتش خالص. احمر ولا اقرع؟ لا احمر. ده بطيخ صعيدي ولا اسماعيلاوي؟ لا اسماعيلاوي. يا راجل يعني اسماعيليه طلعت بطيخ؟ اه ان شاء الله طلعت بطيخ، طلعت خير ربنا خير بلدنا كتير ان شاء الله، والبركه في السيسي. ايه علاقه السيسي بالبطيخ طيب؟ ها؟ ايه علاقه السيسي بالبطيخ؟ يعني هو اللي مكتر زرعنا ومكتر خير في بلدنا وربنا يقويه ويدي الصحه. اللحمه ب 80 جنيه، ب 75 اللي فيها الدهن والشغط والحمره ب 80 جنيه. تمام. والناس تعبانه تحت في التراب. الناس تعبانه. بمرد ربنا. انت حضرتك بتصرف كام في الشهر على الاكل؟ انا مرزق على الله، انا معايا بنت اهي اشحت بالقسيمه بتاعتها اهي اجيب لها منين طق بتاع ده قطن ومطبخ وبوتاجاز وغساله. انا مرزق على الله، يوم اشتغل يوم ما اشتغلش. اتجوزها ليه؟ اجوزها ليه؟ بلاش نسطرها، نمشيها في الحرام.